اليوم راح نتكلم عن الاستثمار في العملات. ليش نستثمر في العملات؟ الاستثمار في العملات ما يتطلب منك مبلغ كبير مثل الاستثمار في العقار. اليوم انت اللي انت بتشتري عقار تحتاج مبلغ اقلها 40 إلى 45 ألف. العقار يحتاج الى صيانة والى صرف كهرباء وماء وغيره من امور. لا تفهموني غلط، العقار مجاله مفتوح وله سوقه وله ناسه، وكذلك الاستثمار في الذهب والاسهم والاستثمارات التقليدية. ولكن الاستثمار في العملات فيه بعض الميزات مو متاحة في الأشياء الثانية، ويكون المجال مفتوح فيها الاستثمار حق كل فئات المجتمع. المبلغ اللي تحتاجه حتى تدخل في عالم العملات 500 دينار، وما راح تحتاج إلى صيانة ولا تحتاج إلى صرف كهرباء أو غيره من أمور، ولا تحتاج إلى مساحة حتى تحافظ فيها على هذه العملات، فقط ألبوم يكفيك. يعطيكم العافية.